السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم رح نحكي على تطبيق الـ NS، كيف منشيل اشتراك الشهر الفراي فيكند ومنرجعه للصفر بدون اشتراك، يعني ما بدي يجيني أي ليرة على حساب البنك إذا ما عم روح ولا عم بجي. طيب، سهل كتير، نفوت على الـ NS اللي هي شركة القطارات بهولندا، على أول رابط بنفوت عليه. طبعا راح يطلع لك اللغة الهولندية إجباري، راح أحكيها باختصار وأعطيكم الحل البسيط، أسهل حل. بنفوت على هذا الشكل الجسم، بنحط إن لوخن ماي إن إس، تسجيل الدخول إلى حسابي، تفقس عليها. طبعا أنا يمكن يعمل ديركت تسجيل دخول. طيب، بتحط هون إيميلك وكلمة السر، تمام؟ طبعا هي إيميل وكلمة سر، طيب فتنا لهون، هاي اللوحة الرئيسية، هون بيطلع لك آخر رحلة أنت عملتها، طبعا مثل ما كنت شايفين روتردام من البرغ، وهون بيطلع لك الاشتراك تبعك. طيب نحن شو بدنا نعمل؟ شوفوا ماي برودكتن، يعني الاشتراك تبعي في ويكند فراي، بنحط على بيكيك، نفقس عليها لهي، بيطلع عنا كل شيء، امتى اشتركنا وشو اشتراكنا ويلي بدنا. شو بنعمل هون؟ نحن بنحط under opponent كيزن، اختيار اشتراك اخر، ليكا مثل ما علمت لكم عليها، هي ليكا نضغط هون، مثل ما كنتم شايفين طلعت لائحة الاشتراكات، بننزل لآخر وحدة، بنضلنا بننزل لآخر شيء، بيطلع لنا هون الباسيس، هذا صفر بالشهر، بنفقس على هاي الزرقاء، ننزل لتحت كمان بنفقس عليها، بعدين بنحط هاي الصفرة وبيحولوا ديركت لصفر بالشهر، وهيك بتكون انت شلته للاشتراك تبع الويكند فراي. ان شاء الله كنت فيدكم يا رب، ما تنسوني باللايك والاشتراك، تضلوا بخير حبايب قلبي.